عودة من جديد إلى حلقة النهاردة من 10 الصبح في الأهلي، وبرحب بحضراتكم في أولى فقراتنا الحوارية في حلقة النهاردة. والحقيقة منتخب مصر للرماية يتصدر البطولة العربية برصيد 23 ميدالية متنوعة، عشان كالعادة ننجح تنظيميا في استضافة البطولة وتنافسيا من خلال لاعبتنا اللي أكيد هنتكلم عن كل تفاصيلهم في فقرتنا دي اللي بنسعد من خلالها بوجود سيادة اللواء حازم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للرماية. صباح الفل على حضرتك سيادة اللواء. صباح النور، منور الدنيا، ربنا يخليك. ومليون مبروك بقى على كل الحاجات الحلوة اللي حصلت. ربنا يخليك. دي تاني بطولة دولية مصر بتنظمها السنة دي، ولا المعلومة دي مش دقيقة؟ مظبوط، احنا نظمنا بطولة كأس العالم في فبراير، 26 فبراير الى 5 مارس هذا العام، والبطولة العربية من 1 الى 12/6 هذا العام، وان شاء الله بطولة كأس العالم ايضا في شهر اكتوبر هذا العام. ده شغل جامد جدا وكلام كبير الحقيقة. طيب بالنسبة للبطولة العربية مبدئيا 23 ميدالية جت توزيعتهم ازاي؟ يعني كم ميدالية ذهب وكم فضة وكم برونز؟ عندنا 13 ميدالية ذهب وعندنا 6 فضة وعندنا 4 برونز، ودول يعني هنقول ان احنا خدنا الصدارة، لانه الدولة التي تالي مصر هي الامارات بالثلاث ميداليات ذهب. يا الفرق كبير جدا. فرق كبير جدا طبعا. صحيح. احنا كنا بننافس على المسابقات، هي عبارة عن 3 مسابقات، البندقية الخرطوش سواء رجال او سيدات، والمسدس والبندقية ضغط هواء، ومسابقة ثالثة اسمها التارجت سبرينت. الحمد لله تفوقنا، يمكن بجدارة، يمكن الحمد لله اعلى رصيد ميداليات احنا وصلنا له في هذه البطولة، على الرغم من احنا كنا خارجين من 2 كاس عالم، كاس عالم منظمة في مصر وكاس عالم منظمة بعديها في ايطاليا بحوالي شهر. وخرجنا من الكاسين دول بايه برضه جديد بالذات؟ كاس العالم اللي في مصر خدنا ميداليتين، ميدالية المختلط اللي هو راجل وسيدة، فيها خدنا فيها المركز الثاني على العالم، والفريق اللي طلع الثالث على العالم فريق التراب برضه، دي ميدالية الثانية. وفي بطولة كاس العالم في ايطاليا خدنا المركز الاول وميدالية ذهبية في مسابقة السكيت، والميدالية البرونزية في مسابقة التراب اللي هي الحفرة، ودول الميداليتين حصلنا عليهم في كاس العالم في ايطاليا. طب والله حاجة جميلة جدا. من الملاحظ ان احنا بقينا بنشوف ان عالم مصر بيرفرف في مسابقات وفعاليات دولية في رياضات ما كانش ده الوضع فيها زمان، زي كرة اليد، يعني بقينا برضو من اسياد العالم في كرة اليد، وواضح كمان ان احنا في الرماية متميزين على الصعيد العالمي باللي حضرتك بتقوله ده. طبعا احنا وجودنا الان دلوقتي في وضع مختلف تماما. عندنا دعم قوي جدا من وزارة الشباب والرياضة ومن اللجنة الأولمبية ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية. الدعم القوي ده بيخلق منظومة قوية، سواء في استضافة البطولات وفي أيضا دعم اللاعبين، لأن احنا اللاعبين طول ما في دعم ليهم قوي وفي إصرار وخطط موضوعة بتحقق نجاحات مختلفة، وده اللي حصل معانا في بطولات كأس العالم الموجودة في مصر واللي كانت موجودة في إيطاليا. والدعم ده بيكون متحقق أو متوفر من خلال مثلا اتحاد اللعبة، ولا من خلال وزارة الشباب والرياضة، ولا بيكون في مساحة برضو لوجود بعض الرعاة في مصر؟ والله احنا عندنا التلاتة، عندنا الوزارة بتدعمنا طبعا ماديا، واللجنة الأولمبية المصرية بتدعمنا فنيا وبتراجع المستويات على طول، وبيبقى في جزء من الرعاة طبعا موجودين معانا بيدعمونا ماديا، ودي في حد ذاتها حاجة كويسة جدا، إن في منظومة متكاملة. المنظومة ديت بتخلق الرامي أو تخلق وتساعد الرامي على المنافسة، وده اللي حصل معنا الحمد لله. جميل. هو فكرة إن يبقى في دعم قادم من الوزارة أو من الاتحاد أو من اللجنة الأولمبية، ده إلى حد كبير شيء منطقي وبديهي، لكن كمان اللافت للنظر ودي حاجة لطيفة جدا، إن الرعاة كمان يعني إلى جانب كرة القدم، وهي طبعا حضرتك عارف هي طبعا اللي ليها الشعبية الأولى على مستوى العالم، لا ابتدينا نلاقي إن في رعاة بيتجهوا إلى رياضات مختلفة وبعيدة كل البعد عن كرة القدم. الحقيقه برضو مش من فراغ، ما هم في الاخر عايزين يتشافوا واللوجو بتاعهم يتشاف، فهم شافوا ان في عندنا ابطال في الرمايه وحبوا ان هم يدعموهم ماديا، دي برضو حاجه لطيفه جدا. وطبعا دعم الرعاه، الراعي دايما بيحب يدفع فلوس في مكان تساوي تسويق ليه بجزء كبير. اكيد. يمكن احنا الرماه بتوعنا الحمد لله بفضل من ربنا عندنا رماه دلوقتي بقى مصنفين، يعني عندي رامي عزمي بعلبه مصنف رقم 2 على العالم. ايوه. فطبعا وجوده ان هو يحط علم او علامه الراعي دي في حد ذاتها على مستوى العالم دي اكبر دعايه ليه، وخصوصا أكيد في مصر في البطولات اللي احنا بنستضيفها دايما الرعاه بيبقى حاطين العلامه بتاعتهم على زي الرماه وعلى الاماكن اللي بيتم فيها التتويج، ودي بالنسبه لهم حاجه كبيره جدا. أكيد. وتساوي قدر بسيط من اللي هم بيساعدونا فيه في دعم هذه الرياضه.
جميل. طيب تعالى برضو نرجع ست لواء بعد اذنك للبطوله العربيه، وايه الخطوات اللي اتخذت عشان تتنظم بالشكل المشرف ده؟ احنا عملنا اجتماعات مع اللجنه الاولمبيه المصريه، وعملنا اجتماعات كبيره مع وزاره الشباب والرياضه، شكلت لجان قبل المسابقه بشهر ونص ان احنا ازاي نستفيد بهذه البطوله. عملنا لجان، واللجان بدات تشتغل وتبعت الدول العربيه. عدد الدول العربيه كانت 19 دوله، اللي شاركوا 15 دوله. كان على هامش هذه البطوله الجمعيه العموميه للاتحاد العربي. جمعيه العموميه للاتحاد العربي مقر الاتحاد العربي في دوله الكويت، ولكن طبعا دوله الكويت لم تستطع ان هي تستضيف هذا الاجتماع بكون ان احنا عندنا بطوله، فقالوا ان مصر تستضيف هذا في مكان البطوله، في نفس مكان البطوله. يعني كانت دعوه منهم ان احنا نستضيف هذا الاجتماع. فعلا عملنا الاجتماع، 15 دوله حضروا من 19 دوله، يعني تقريبا دول كلها بتاع الدول العربيه. يمكن الدول اللي ما قدرتش تيجي بسبب ان مطاراتها مغلقه، مش بسبب عدم قدره على الاشتراك. فده كان نجاح كبير لينا. الحاجه الثانيه المهمه ان اللجان اللي شكلت وورش العمل اللي كانت مطلوب منها ازاي تستضيف البطوله في احسن طريقه، وكان في جزء منها خاص بوزاره الصحه علشان الوقايه طبعا. لان احنا مشكله، احنا مش عندنا مشكله كبيره، احنا عندنا جزء بسيط جدا، لانه معظم رماياتنا في الهواء الطلق، فما عندناش اي تلاحم، ما عندناش، مش داخل صالات مغلقه كمان بالظبط، ما عندناش اي تلاحم، ما عندناش اي مسافات قريبه. ان الطبيعي عندنا في الرمايه المسافه بين الرامي والرامي حوالي 3 متر، وبنزود يعني تباعد اجتماعي متحقق لوحده بطبقا للقانون. بالاضافه لكده طبعا ان احنا قدرنا نستوعب كل المشاركين في هذه البطوله، شافوا انه مصر اختلفت تماما، لانهم طبعا لما جم مصر النهارده في بعض منهم يمكن بقى له مده طويله ما جاش لمصر، شافوا مصر بصوره مختلفه بشهادتهم جميعا، شافوا انه مصر عندها البنيه التحتيه قويه جدا مع تطوير الدعم اللي احنا بنلاقيه من الدوله والقياده السياسيه. فعملنا اماكن وبنيه تحتيه قويه، بالاضافه ان احنا عندنا طبعا نادي الصيد بالسادس من اكتوبر، واحنا بنشكر طبعا رئيس المجلس واعضاء مجلس نادي الصيد على الدعم اللي قدمه لنا في هذه البطوله، ونشكر طبعا الاستاذ محمد شرف ومحمد الشرقاوي اعضاء مجلس اداره اللي هم كانوا دايما بيساعدونا في نجاح هذه البطوله. كل ده اللي شافوه حسوا ان هم مبسوطين جدا، ان بعض الدول منهم قالت احنا عاوزين نعمل معسكر في مصر حتى توقيت الاولمبياد. ليه؟ لانه لقوا كل وسائل الراحه من اقامه ومتنقلات ومن رعايه طبيه، لان كل الناس المشاركين حضروا الى مصر والحمد لله رجعوا سالمين بدون زيرو حالات كورونا. ما شاء الله. فالحمد لله ده كان نجاح لينا. ده بيعتبر استكمالا لمنظومه مصر في استضافه البطولات. صحيح. استضفنا بطوله كاس العالم، ثم البطوله العربيه، ثم اليوم بنعد لبطوله كاس العالم للرماية على الاطباق المروحيه في شهر اكتوبر. ده الى جانب رياضات تانية زي تنظيم مصر كاس العالم لكره اليد مثلا وغيرها الحقيقه من البطولات. لا هو من ناحيه في طفره وملحوظه، فالحقيقه في طفره وملحوظه، واللي ملاحظها العالم كله، مش احنا بس عمالين نتكلم عن انجازاتنا، لا العالم كله اشاد بهذا الامر. هو فعلا كل العالم اشاد. والحاجه الجميله جدا ان انا كنت بحب اسمعها من الناس الوافدين عندنا، انه مصر تغيرت تماما من النظافه ومن الشوارع، من تعامل الناس. الموضوع ده حرك مشاعر المصريين جميعا، ان احنا حسينا ان احنا عندنا شيء جديد وجميل يراه العالم ونراه نحن في اعيننا. طب ما حضرتك بتقوله ده يخلينا مش بعاد قوي عن فكره ان مصر تنظم مثلا دوره العاب افريقيه او حتى دوره العاب اولمبيه في يوم من الايام. اللي بيحصل النهارده في البناء والبنيه التحتيه والانشاءات في المدينه الرياضيه بالعاصمه الاداريه يؤهل مصر لاستضافه دوره العاب اولمبيه. يمكن الجزء الخاص بالرمايه في ميادين احسن واعلى مواصفات ميادين في العالم. اليوم هي بيتم الانتهاء من انشائها، ان شاء الله يكون لنا الحظ الاوفر امام العالم ان هم يروا صوره جميله لما هي تكون مصر عليه. فعلا احنا نمتلك النهارده احسن ميدان رمايه في العالم، باعتراف الجميع وباعتراف الشركات المنشئه لهذا الميدان. شيء عظيم جدا، شيء عظيم. طيب انا عايز اتكلم مع حضرتك عن الرياضه بصفه خاصه، يعني رياضه الرمايه بصفه خاصه. اولا تقسيمتها ايه؟ هل هم الثلاث اقسام اللي حضرتك ذكرتهم اللي كان فيهم تنافس في البطوله العربيه، ولا في اقسام اكثر من كده؟ هم ثلاث اقسام، بندقيه خرطوش. اوكي. وتحت بندقيه خرطوش في انواع رمايات رجال وسيدات وانواع اخرى ومختلط طبعا. أوكي. وفرق
اوكي. والجزء الاخر هو المسدس والبندقيه بيبقى ضغط هواء او رصاص. هما دول الجزئين اللي فيهم رمايه او الثلاث اجزاء اللي فيهم. طب هل في مواصفات معينه لازم تكون متحققه في الواحد عشان يبقى يعني متميز في الرياضه دي غير القدره على التصويب؟ يعني ليها متطلبات ثانيه؟ هو رياضه الرمايه دايما بنعرف ان 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 الشخص ده بيحب او بيعرف الرمايه بنشوفه من ناحيتين، واحد يكون موهوب والاخر على علم، يعني ياخد علم ويبتدي يطبقه. مواصفات اي لاعب ان هو يبتدي سنه من 10 سنين الى ما لا نهايه، ما فيش سن في الرمايه ده. من 10 سنين ممكن يبتدي يمارس الطبق. بيلعب على مسند، واحنا بنشجع الناس اللي او الرماة تلعب على مسند، وخصوصا في ضغط الهواء. خرطوش لا طبعا، لان الخرطوش دي بتحتاج تراخيص وموافقات امنيه طبعا. لكن ضغط الهواء احنا بنمارس هذه الرياضه لصغار السن عشان نربي فيهم ملكه الرمايه. ما تبقاش فيها اي مخاطره باي شكل من الاشكال، فكره ضغط الهواء برضه بيبقى فيه ارتداد على الكتف او فيه تحميل او فيه كذا مع السن الصغير، بتكلم على الاطفال. موضوع رمايه ضغط الهواء مع التكنولوجيا المتقدمه هي عباره عن بندقيه او مسدس باسطوانه ضغط هواء ليس لها اي رد فعل نهائيا، وبالتالي اللاعب او اللاعبه بمجرد ما يحط السلاح على المسند والمدرب يمارس معه ويعلمه هذه الرياضه يحس ان هي حاجه بسيطه جدا وسهله جدا. احنا كمان بنمتلك في مصر هنا نادي عمل او المركز القومي لتدريب المنتخبات القوميه في المعادي. حد مصر رماية انشا ميدان رمايه ضغط هواء على اعلى مستوى، نفس الاجهزه اللي تقام عليها مسابقات وفعاليات دوره الالعاب الاولمبيه بطوكيو هي نفس الاجهزه الموجوده عندنا في مصر. اذا احنا عندنا النهارده ما هو يساوي دوره الالعاب الاولمبيه في الاجهزه والمعدات. اي حد يحب يلعب رمايه يستطيع ان هو يمارس هذه اللعبه في الانديه اللي عندها ضغط هواء، انديه كثيره، او يروح المركز القومي لتدريب المنتخبات القوميه في المعادي وفي هناك مدرسه رمايه يستطيع ان هو يشارك فيها، ودي اسهل طريقه لممارسه الرمايه. طيب على ذكر دورة الألعاب الأولمبية، هي إن شاء الله خلاص هتنطلق الشهر القادم في طوكيو بإذن الله. عايزين نعرف استعداداتنا إيه ونسبة مشاركتنا وتوقعات حضرتك فيما يتعلق بحصد الميداليات في هذه الدورة الأولمبية. إحنا إن شاء الله عندنا المؤهلين 11 رامي ورامية. عندنا توقعاتنا إن شاء الله يا رب يعني يكون لنا نصيب في ميدالية منهم، لأنه إحنا عندنا كثير من الرماة تتوجوا على مستوى العالم. يعني عزمي محلبة خاض منافسات 5 كاس عالم، حصل فيهم على 4 ميداليات في من 5 مسابقات. الحمد لله هو على اتم استعداد لخوض المنافسات. عندنا فريق التراب برضو في امل كبير جدا كفريق ان هو ياخدوا ان شاء الله ميداليه. مش الفريق، الزوج المختلط، لان احنا عندنا النتائج حتى الان مبشره تماما باللي احنا شفناه من نتائجهم المحققه في كاسات العالم المختلفه. يعني عندنا كاس عالم في مصر وعندنا كاس عالم في ايطاليا، في كلتا المسابقتين تم الحصول على ميداليات. نتمنى ان شاء الله ربنا يوفق مصر وناخد فيها ميداليه، لان احنا بالخطى اللي احنا بنسير عليها اليوم الرؤيه تقول ان احنا ان شاء الله لينا ميداليه باذن الله. يا مسهل الحياه ان شاء الله. ان شاء الله. برضه في الجزء الاول من حواري مع حضرتك، حضرتك ذكرت ان من ضمن يعني الكيانات الداعمة لهذه الرياضة، حضرتك قلت وزارة الداخلية ووزارة الدفاع، وده إلى حد كبير منطقي بحكم إن الرماية هي جزء لا يتجزأ من يعني من 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 اللي بيحصل على الصعيد العسكري. طبعا. إيه شكل دعمهم للرياضة دي؟ وزارة الدفاع هي العمود الأساسي في الرماية، لأنه معظم الرماة من وزارة الدفاع. الحاجة الكبيرة جدا إنه الميدان اللي بينشأ في العاصمة طبعا ده من الكيان الكبير اللي وزاره الدفاع بتنشئه، وده بيعتبر شيء قوي جدا للدوله المصريه ان يكون في ميدان بهذه المواصفات. وزاره الداخليه بتدعمنا في استخراج التصاريح والاجراءات اللازمه لنقل وتداول ودخول وخروج الاسلحه والمعدات، وده في حد ذاته حاجه كويسه جدا، لانه ده بيسهل علينا اجراءات دخول الرماه، بيسهل علينا اجراءات استخراج التصاريح اللازمه للاسلحه والذخائر، فده في حد ذاته دعم قوي جدا من وزاره الداخليه. طالما احنا بنتكلم على خرطوش وبنتكلم على اسلحه وذخيره، اكيد دي برضه نقطه لازم تتراعى في اي مركز او اي مكان بيكون فيه مثلا تدريبات على الرمايه، لازم يكون بعيد عن المناطق السكنيه اللي فيها كثافه سكانيه، يعني في امور معينه لازم تتراعى في الاطار ده. طبعا هو الميادين الرمايه بوجه عام ليها مواصفات فنيه. المواصفات الفنيه ديت بيشرف عليها الاتحاد المصري للرمايه، بيتم عمل رجال لمراجعه هذه المواصفات
وطبعا ما فيش ميدان معتمد الا لما يكون امن تماما، لان احنا الاول شيء او اول عنصر في الرمايه هو الامن والامان. ما ينفعش ابدا حتى في ضغط الهواء، ممنوع نهائيا اتباع اي شيء مخالف لتعليمات الامن. وبالتالي احنا بتقوم لجان من الاتحاد ومن جهات اخرى لمراجعه المواصفات العامه للميادين، في حاله وجود اي شيء مخالف للمواصفات العامه يتم ايقاف الميدان لحين استكمال باقي الاجراءات المؤمنه ليه. قصدي نقطه في منتهى الاهميه اللي فيها طبعا يعني ممكن ينتج عنها مشاكل كبيره حقيقه، فكويس ان النقطه دي مطرحيه. طيب انا برضو عايز اسال حضرتك على الرماة، يعني المصريين او في عالم الرمايه بشكل عام زي كره القدم كده، في مساحه للاحتراف؟ والله احنا عندنا في الرماية مفيش احتراف، بس في بيبقى بعض من الرعاه بياخدوا بعض من الرماة يكون هم راعين ليه على اساس ان هم حصلوا على مراكز متقدمه جدا على مستوى. مفيش احتراف عندنا احنا بس ولا عموما المبدا مش خاص؟ مبدا الاحتراف في الرماية مش موجود مش اصلا. مش موجود اصلا. اوكي. مش موجود على مستوى العالم ولا موجود في مصر اصلا. اوكي. طيب فكره الـ يعني هل شكل من اشكال الدعم اللي حضرتك بتتكلم عليه وخصوصا لو كان جاي من قبل رعاه، هل بيشمل مثلا يبقى في معسكرات خارجيه؟ هل بيشمل استضافه رماه عالميين عشان يتنافسوا بشكل ودي او باي شكل من الاشكال مع الرماه المصريين عشان برضو ايه المستويات تقرب من بعض؟ يعني فكره المعسكرات برضو متحققه ولا مفيش كده؟ طبعا احنا عندنا فكره المعسكرات الرعايه بيبقى جزء مالي، وجزء مالي بيتم توظيفه عباره عن خطط ومعسكرات واحتكاكات ويتم الموافقه عليها من الراعي او من الوزاره، وغالبا الوزاره مع اللجنه الاولمبيه بيتم الموافقه على هذه الخطه ويتم الدفع او صرف المبلغ الرعايه في هذا الاتجاه. الجزء الاخر وده المهم ودي حاجه يمكن عمرها ما حصلت في مصر، ان احنا عندنا رعاه من خارج مصر اللي هم شركات المنتجه للاسلحه. الشركات المنتجه للاسلحه فعلا ادت اسلحه للرماه المصريين مجانا وده بمبالغ طائله. ليه؟ لانه الشركه الراعيه شركه المنتجه للسلاح بيبقوا عندهم فكر قوي جدا ان الرامي ده بيحصل على ميداليه على مستوى العالم، فبعد ما بيحصل على هذه الميداليه بيرفع السلاح ويلتقط له الصور طبعا. فبيشوفوا ماركه السلاح بتاعه، الصور دي بتنتشر انتظار النار في الهشيم في كل الصحف الرياضيه والمواقع والبرامج العالميه. هي طبعا حاجه يعني بتحصل بالفعل بالظبط. فالراعي من الشركات المنتجه للاسلحه بيبقى سعيد جدا ان الرامي بتاعه، يعني مثلا عزمي محلبه في بطوله كاس العالم في ايطاليا هو الوحيد اللي داخل بهذا النوع من السلاح، هو الوحيد اللي طلع الاول على العالم ما شاء الله. صاحب الشركه كان في منتهى السعاده ان سلاحه حقق المركز الاول على مستوى العالم في وجود كوكبه، وانا اعني كلمه كوكبه، من معجزه الرمايه اللي هم الرمال في رامي امريكي ده عباره عن ماكينه تضرب رمايه وليس بني ادم. الحمد لله عزمي مش تفوق بني ادم يعني مش بني ادم فعلا عزمي تفوق عليه ما شاء الله هايل الحمد لله. يعني عموما يعني اللي حصل حتى اللحظه كله شيء مشرف جدا، بنعاود التهنئه لحضرتك مره ثانيه وان شاء الله المزيد من الانتصارات والنجاحات الفتره الجايه. كابتن لواء حضرتك نورتنا، بنشكرك على وجودك معانا جزيل الشكر. ربنا يخليك متشكر ان شاء الله يا رب مصر ربنا يوفقها كلها في دوره طوكيو ان شاء الله يا مسهل الحال. بنشكر حضرتك جزيل الشكر وهستاذن حضراتكم هنطلع فاصل سريع ثم عوده مره ثانيه ل 10 الصبح في الاهلي. اتفضل.